وبكده يا اخواتي هتقدروا تعملوا حفلات كل يوم، والناس هتسألكم انتوا بتجيبوا الحاجات دي منين، انتوا فلوسكم كتير ولا ايه؟ هتقولوا لهم اللي احنا بنعملها ببلاش بكل بساطة وبكل سهولة. والسر الخطير هنا انك هتقدر تعمل كل حاجة بايديك وبدون تكلفة نهائيا، بمجرد بس اللي هيكلفك الورق الملون بس. احفظ الفيديو دوت عندك ودوس على الشاشة مرتين.